بص يا حبايبي، النهارده هوريكم وصفه يعني معموله من حاجات انتوا اصلا يعني مش عايزين تستخدموها بقى في الاكل. يعني مثلا عندكم شوربه شعريه وعندكم كفته، الحاجات دي مستويه، يعني شوربه شعريه بس نكون مزودين فيها الشعريه شويه، وعندكم كفته لحمه، وعندكم جبنه بيضه. بس هما دي المكونات اللي هنعمل منهم الصينية. هنيجي نروح حاطين في الصينية شوربة الشعرية، بس زي ما بقولكوا الشعرية تبقى كتير، يعني الشعرية كتير مش المية بتاعت الشوربة هي اللي كتير. يعني مثلا هنحط كوباية شعرية على كوباية شوربة ونسويها، فكده تبقى كأنها شعرية يعني. بس طيب، فهنحط الشعرية دي المستوية، وهنحط الكفتة هنقطعها صغير ونحطها معاها، وهنحط الجبنة البيضة الحادقة قوي البراميلي، وهنقلبهم مع بعض في الصينية ونبططهم كده زي ما انتوا شايفين، وهندخل الكلام ده الفرن وبس، وهنوريه لكم بعد ما نطلع. يعني كل حكاية هيبقى عندك انتي كفتة مستوية كام وحداية مثلا مش هينفع انكم تاكلوها كعيلة يعني، وعندك شوربة شعرية برضو محدش برضو حاببها، بس هي شوربة شعرية في الآخر يعني. طيب، وعندك جبنة بيضة سادة خالص اللي هي الحادقة. هنلخبط التلاتة على بعض بس مش أكتر من كده، ونبططهم وندخلهم في صينية في الفرن. هوريكوا شكلها بعد ما تطلع. بصوا حبايبي، دي كده شكل الصينية بعد ما طلعت. احنا عملنا صينية من 3 مكونات بالظبط، عبارة عن جبنة بيضة براميلي أو اسطنبولي، يعني الجبنة البيضة اللي هي بتبقى حادقة قوي دي، وكفتة مستوية، وشوربة بالشعرية. بس الشعرية بتبقى فيها كتير قوي، يعني كأننا مسويين كوباية شعرية في كوباية شوربة. طيب، وعدد مثلا 3 كفتيات أو حاجة بس قطعناهم، وعدد حوالي ربع كيلو جبنة بيضة براميلي، وقلبناهم على بعض وبططناهم كده وحطيناهم في الفرن. بقت عاملة صينية أكلة مختلفة خالص وظريفة، وإن شاء الله تحبوها. دي كانت الشعرية بالكفتة والجبنة. طبعا حبايبي، الميزة في الوصفة دي إن هي صحية جدا. فاحنا لو فكرنا مع بعض كده في المكونات، أولا مفيش دهون خالص، يعني احنا جبنا كوباية شعرية سلقناها في كوباية شوربة من غير أي دهون، وجبنا ربع كيلو جبنة براميلي بيضة. طيب، وجبنا 4 كفتيات مشوية برضو من غير أي دهون. فال3 مكونات اللي هي بتكونها الصينية دي ما فيهاش دهون خالص، وما عملناش أي حاجة غير إن احنا سلقنا الشعرية في كوباية الشوربة وشوينا ال4 كفتيات او اكشن، يعني هم كانوا عندنا بقى مثلا من بقيه كفته مشويه كنا عاملينها امبارح ولا اول ولا حاجه، خدنا ال4 كفتيات المشويين دول، وخدنا كوبايه الشعريه المسلوقه في كوبايه شوربه، وخدنا ربع كيلو جبنه بيضه، وقلبناهم على بعض وحطيناهم في الفرن، وبقت النتيجه زي ما انتم شايفين كده، ما خدتش 10 دقايق بالكتير في الفرن. بقى عندك صينية جميلة جدا وهيلثي جدا، صحية، وبألف هنا وشفا.